السلام عليكم، انا شاب السن ديالي 25 سنه. كنشتغل باحد المطاعم اللي كتواجد بساحه جامع فنا مراكش. البارح كنتفاجئوا بالقرار ديال الدوله وديال الضمان الاجتماعي بان اصحاب المطاعم والمقاهي ما غاديش يستافدوا، رغم اننا استفدنا 3 شهور الاخيره وكنا كنتسناو اننا نستافدوا مع اصحاب السياحه، وانهم قالوا ان اصحاب المطاعم ما كيتحسبوش من القطاع السياحي، ولكن مراكش اغلبيه لي ريستورون اللي خدامين فيها خدامين بالسياحه، وهذا المبلغ هذا اللي تنتسناو نستافدو منه وكنعيشو منه عائلات، كنعيشو منه والدينا، الاب ديالي ما خدامش، الام ديالي ما خداماش، واخوه ديالي حتى هما تيقراو، يعني انا الوحيد اللي كنعاون دارنا. بغيت هاد الميساج ديالي يوصل للمسؤولين ويوصل لكاع الناس اللي عندها علاقة بالسياحة وعندها علاقة بهاد التعويضات، اننا حنا بالامس الحاجة لهاد المبلغ هذا، واخا هاد المبلغ رمزي حنا محتاجين ليه بزاف بزاف، وما عندناش من غيره. ومراكش الان ما عندنا فيها حتى شي داء، ما فيها حتى شي مدخول، ما فيها لا خدمة لا والو. انا كنهضر بسميتي وبسميت كاع اللي خدامين معايا، اننا حنايا راه محتاجين بزاف، وانهم يعيدوا النظر، وانهم يعطيونا يردونا الاعتبار ديالنا، ويعطيونا حنا قيمتنا، ويعطيونا المبلغ اللي كانت سالو، حيتاش راه لا ما كانش راه غادي نخرجوا من الزنقه وغادي نموتوا بالجوع. اخر عباره.